Anyway, we have a good time. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش عندك قولي السلام عيد اخي؟ لا ما غايب في المغرب ما كتجيبهم كاعي ما كاميشي ولا مخصه. قولوا السلام عليكم اخي محمد صباح الخير. وكيف هذيك السلام عليكم وصباح الخير؟ صافي لي السلام اباطي عليكم وعندك الخير. عطاك قولي انت دائما السلام عليكم وانا ما شاعش غير صاحي ضاشي معايا عندك. انا معصب ونقلق عليك اخي محمد. مشي لحالك الخاوة، مشي لحالك ما تضاشي معايا لا حميمة، مشي لحالك عندك الدبز معك انا مقود وما كاميشي. ناضو الدبز وقتلو بعطيتهم حجم مخزن واحد مشى للحاج واحد مشى للمقابر. هادشي اللي كاين في المغرب. دابا حنايا المغاربة فينا تبعو الحظية والمقابلة. تي صور هذاك الصور مزومل، صور مقحبن بحال العيلة، صور طوبو لابس. مقحبن واقيلا فيه الزمن هذاك. هذاك يقولك المغربي. حق الله العظيم تمشي شي بلاصه مزيونه قالك عليك بلاصه زوامل. علاش مشي على اخي على فيها الزوامل هذاك؟ علاش مشي لي انا المغربي يدير فكيه ديالو نحسد وركاه وركاه يا فهمتي. المغاربه ديالنا ما بغاو يحشموا ما بغاو يعمقوا الله ما بغاو يطيعوا الله للنفاق والشر والتبعه والحاضيه والمقابله والتطمطي الشيرمه. كتمشي للسوق اي وليده السادين 5 دراهم بطاطا 7 دراهم يوما غاليه الوالده يا ماما كدير بجوج دراهم الحق هاد المره 7 دراهم. لا وليدي ما راك عليا بزاف وليدي نقص واحد شويه. لا الوالده ما نقدرش نقص لك ولكن خلي لك بالسته دراهم اللي تينا المره كبيره وكتشبه الوالده. طفا ناس خلي لك بالسته دراهم. شحال بغيتي 7 كيلو؟ لا وليدي انا خصنيها 7 واحد الكيلو وليدي. شحال داير وليدي عندي 7 كيلو؟ لا 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 وليدي خصني ها كيلو انا كنسكب بوحدي ما مجوجه ما عندي راجل ما عندي حتى واحد. دابا هادشي اللي عندنا حاصل هنا في البلاد فهمتي. حنا عندنا واحد العقليه في البلاد بنادم كيبيع الصحه ماشي في الزنقه. اجا الوالده جات اجي عندي الفلفله عندي مطيشه عندي الخضره عندي كل اللي بغيتي الوالده مرحبا. باغي يبيع المراه صحه وما عرفاش ما عرفش بلي ديك المراه كتشري من عند واحد اخر كتقدم عند واحد اخر دائما هو كليان ديالها. المغرب ديالنا سبحان الله عجيب عجيب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام احسن بلد في العالم. قالك احسن بلد في العالم. كاين شي حومه كيقول لك المغرب ديالنا احسن بلد في العالم زوين ما نعرفش ني في. علاش هربتو كان بكم اوروبا هنا جيتو تابعين ايوضا والحقوق الانسان جيتو كان بكم اسبانيا. دابا المغاربه كاملين بزاف كاينه ايطاليا اسبانيا فرنسا بلجيكا خنزوهم هاد الدول هادو خنازو بالمغاربه. زيد 4 هي المانيا 5 هي المانيا. دابا علينا تطلق الخماس حتى هي بدات كتخناز. حق المانيا باقي فيها قليل. المانيا وافا ليف والحسيمة والناظر كاملين خواو ديك ليف والحسيمة والناظر بقاو هنايا. هادشي اللي كاين وعينك لم تنتهي حلقاتنا لهذا اليوم وسنقدمكم اخبار اخبار بالشلحيه في هذا اليوم. اخبار الشلحه اخبار الشرحة ستبدا بملف الشلوح اليوم بهذاك اللي قتلوه قالوا طعن مو ولا ما نعرفش ني هذاك واخا راسو في الكاميونه بيدو من بعد قال لك حنا قتلناه ولا ما نعرف. اما بعد رتق الزين حاضر وين مش نقيس حاضر وام تنقين الحسيم الناظر مش خاضا واوين حو خافين زي عذاب صافي صافي ما يجنقين حذاوة مثل الصحمس بالعلاوة سبع عيساوة وجابوهم قناوة ما قد حنت صدق الزم حذاوة وقيل فيهم العلاوة خليهم ساكن عن قلبوا الصفحة يا اخي عنشوفوا الاخبار الفرنساوية. اخبار فرنساوية لا بروبليم لكو زوتوا لا بروبليم لكو جرومونا غي لا بو غي لا خير غي لا خوتور لا بولور لا بولور لا خيلير لا بولور ان باري دوس تروريست نوضو العافية حرقو قنبولة قنبولة كبيرة تفجرت فينا عادة وبزاف الناس ماتوا فينا مات واحد كاملين بينا بكينا مي كيموت في فلسطين تا واحد ما كيعقل علينا. في الاخبار الانجليزية في لندن ان دي لندن دي بيبل فروم لندن ام ام كلو ان جلسن نيتد United States Pickle Carols, I'm a Chilos, Burrs, Males, Males, Hercules. I'm sure of all the motherfucker shit. You listen to me now. If you get a Worcester, some Tetan, Washington, I'm a Chilos, 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 I'm a يا واحد السلام عليكم. تقود علينا واحد الفقع علينا واحد القادوس الضوا والخافض علينا والزبالات والرئيس العمالة ما بغاش يعاوننا
والبهايم عنا ماتوا بالجوع والوساخ والعذاب والبقا ما بقاوش يعطيونا الحليب وكلشي ماشي علينا وما بقى عندنا لحمام والجداد جداد ما بقاوش يبيضوا لينا والله يرحم والدينا ما داو معنا شي حل وانا كنقول عاش الملك ونصا عاش الملك عاش الملك عاش الملك حاج محمد السادس نصاه الله عن حميد الله طاه سحاولوا مع عاش الملك الملك هو اللي عايش يعوض المضوه في المغرب اي والله يا ولادي اش نقول لكم الله يحسن العاد دابا الاخ باب شنو وقع في بنغلاديش حدا باكستان جنب الهنديه حدا السنغال حدا الهند وحدا السنغال لا الهند قال لك باكستان الهند عيطت باكستان وبنغلاديش قاتلو ملي صندوقي مهبادين كي هو ميجيك لا طاهي ملي كي باتا لا هوتو هوشي كي لي منغالا مي سنتوا باتا راهي مي شي كولو مون نون داهي مي كي لا كي هو شكيا دانكوشن مي كي دكو طاهي ناس ما دابا هما قالوا مع بعضهم الحرب الهنود معاهم الصميمين بزاف قال لك الصين قال لك الافغانستان معاهم مسلسقي فيهم قال لك عيطوا لهم باللي نتوما قالوا لهم نتوما تهيمين بزاف ومحروقين الله يحسن العون المهم لا لا دابا يتفاقوا ان شاء الله دابا الصينيه كان مشكل اخبار الصينيه قال جابوا لي الاخبار نهار كامل اليوم الصينيه قال انا شو الصينيه قالوا شنو قالوا ايه مولا اجي من مولا اب مولو لو مديك اللي من هولو قال من اجنيني نقعد يقول لك حاجه من يقول من السنغال من يقول افريكانا من انه قد يقول انا قد كم مي مين قال متوجع من قد الحق لا تنجعناك واحد بزاف من يقول من اجمونو نو هيني مولا قام اون اجنيني لو الله يحسن العام مساكن الله يشافيهم لا عندهم ازمه بزاف مساكن الله يحن عليهم الله يرزقهم في الحياه الساميه ديالهم وستي جابوا لي الاخبار بزاف اليوم الله الاخبار التشينوس هذه الله اخبار التشينوس ني باش نبقى دما خصني نعمل قفات ولا غاوز من غزن غاوز من غزن غزن غاوز مزن غاز عندنا نسمة بزاف نغزن كنسكنوا فوق الماء مزن غزن غزن غاز حنا صنعنا النووي مزن اي صنعه عندنا في البلد طيب والمغرب اون با مزن غزن عندنا السلعه رخيصه بزاف وكنبيعوها في العالم العربي العالم العربي كيعجبوه رخيص وكيعجبو زن 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 عالمي مزن بزاف هاد الاخبار قال لك تناوا كيبيعوا ارخص حوايج في العالم وكيجيبوهم باسيونا كيشوفو من عندهم غابه وكيبانو بهم تولوز بديك اللباس هذاك المغاربه كيعاودو المغرب يبانو على مغاربه الدار واش كيشوفو لباس هادشي اللي قال مسكين هاد اللي كيقدم الاخبار قال بلي المغاربه كيشوفو من عندهم حوايج تناوا وكيشوفو المغرب يبانو على الدار واش في الصيفيه بديك الحوايج تناوا دوك في شي كماسيتا بجوج اورو ولا شي كاسادوا فحال هادي كتقطع على يومين كيشيها بخمسه اورو هادشي اللي قال لك وحنا قال لك حنا كنصدوا خصم حوايج المغاربه بزاف دابا غنشوفوا الاخبار شنو الاخبار هادي عاوتاني هادي الاخبار الهولنديه الاخبار الهولنديه مي تخاخ في تخاخ في تدخل فيا الخام تخوخ تسخوط ومسخ خاطا في في مون بخاطا وناخلي ني سخا والبلاد الخا والبول من السخان احنا في المانيا سخا ونقابل المانيا نزل خاط خوض مغاربه جاو ما يف كاملين الحسيمه غنتز عمو عيني هنا الدنيا في هولندا غزم غزو سخونه الدنيا بخاط خاط خاطا فوطو خاط ما تصاط قال لك نوضو فيهم ما تصاط مساكن قال لك الغابه اللي هما المغاربه الناس المغاربه دهور المغرب بزاف من الحسيمه والناضو وبقوه المسخين في العقليه وما عطينا نوطو فيهم الماس الصابان الله يشافيهم مساكن الله يعفو عليهم دابا نشوفوا الاخبار شنو باقي اخبار بزاف انا شنو اخبار باقي هنايا مصيبه اخلاب الشلحه هذه ليش الشلحه هذه بغيتي دانا بي في دابا الشلحه شلحه وزيدان وزيدان حيت من دقان اما هذا وين خص نصحى هذا وين مش نلقى زوضة احس طاي ويون خص فوغا زنت سقا ذمن زقوز قازا عزمون يا قاز خاد من الزخ من زرع ذوين ميت نقينا يوين وحاوى خافين قزن خاي من قسم زتيغوا محمد الخادي اللي كيحكم علينا ما بغاش يعاوطنا السلحه واكادير واكادير وخنفره خلاهم فيهم تصاب صفا والبقا والحمير وبنادم ما بغيش قايين زقايين سمعت شنو قال لكم مسكين الله عنده الحق والله العظيم قال لك مالك ما بغاش يعوض لهم خنيفه وخيب كاع حتى خنيفه وخيب كاع فيها تصاب صفا وكيجيبوا لنا الحواله الشمال وهذا الشيء اللي عندهم ساكم عندهم الحواله والبقاء والجلابه والقندوره وعندهم السنان مسوكين صفا مسوسين صفا الله يعفو عليهم ساكن الله يعفو عليهم الله يشافيهم الله يشافيهم قولوا امين قولوا امين الله يشافيهم امين الله يهديهم امين الله يعطيهم العذاب امين يا رب العالمين شنو باقي لنا يا
اخبار هذه عاوتاني الله اكبر اخبار المانيا هذه سمعوا المانيا كيفاش كيضغوا يا زوبودا واس ماخستو اون دان زيد من في فيا زين سوزامن اون دان فيا جين نخ شلافن اون دان فيكن اون هاب ايش اي ميتشن اون دان فين وان ايش بين هي ايش وونا ايش بين وونا ان دوتشلاند ايش بين هي كفا يارا ان تفا يارا اون دان هي ان دوتشلاند دي ماروكانا شاي زي ماروكانا نيش غود هي ماخن ايما ايما بروبليم اون دان شلافن اون ايما ايما جكلاود اون ايما ايما ماخن بروبليم اون جشلاغن هادشي اللي قال الالمانيين قالك مغاربه كتو عليهم بزاف جاو من كازا بزاف الطياره وهاجوا عليهم كيعملوا لجوء سياسي وديما كيسرقوا فيهم في البنات وكيسرقوا وكيسكروا وكيهونوا الدنيا وكيوسخوها مغاربه الحمير حمير الشعب الحامي الشعب الحيوان البشري شو بينا في اوروبا كامله شني قال واحد اخر هذا قصف حياه خا مشكيل هذه هذا الاخبار هذا سهل هذه الاخبار السعوديه اهلا وسهلا اهلا وسهلا بكم ها احنا من دبي احنا من السعوديه احنا بيحبون المغاربه احنا بنحبوا المغربيات البنات لما نروح لبرشلونه ونروح لمراكش بنيكون مغربيات ونعمل فيهم حاجات اللي نحبوها لانهم بنات رخيصين ولحمهم رخيصه بيبيعوها بثمن رخيص جدا احنا فرحانين كثير احنا عندنا شركات سيارات طوموبيلات عندنا ميتور عندنا كل الاشياء اللي تحبوها يا مغربيين انتم طيحتوا بدولكم طيحتوا ببلدكم العظيم المغرب المشهور وتناكوا معانا ب 200 يورو وتضموا بانكم بهذا 200 يورو حتروحوا للجنه لكن نسيتم الله الذي خلقكم والدعوه بكم لله هذا خبر عاجل هذا خبر عاجل مقابل بزاف خبر عاجل الله يحسن على الناس قال لك المغربيه تسعيدي يجون عندهم هما كيمشي هما ملي كيجيو باصيل ونحس المغاربه ديالنا بزاف باصيل المغربيات والمغاربه ملي كيعاودوا كازا هما كيعاودوا مراكش وكازا كاين يكون المغاربيات ديالنا كيلعبوا فيهم كيعملوا فيهم اللي بغاو وكيعملوا بهم اللي بغاوها ب 200 درهم 300 درهم كيجوزوا بهم ليله جميله بحال اللي كيلعبوا في الحيوان والبقر وكيعملوا في ديك البنات اللي بغاو ويعلقوهم ويزولوا لهم حويجاتهم ما كيخلوا ما كيعملوا لهم وهما هو اسف جدا بان المغاربيات كيبيعوا اللحم ديالهم وكيعزوا عليه بزاف ولكن هو عارفهم باللي كيمشيو بالفلوس على داك الشيء كيلعب فيهم شحال نقول لك الله يخلصكم كاملين بيكم اللي لعبتوا فيهم اللي كتلعبوا معاهم بقيش اخبار خاين لا 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 ترى الاخبار فلهذا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم وسنعود لكم للحلقة القادمة ان شاء الله دمتم مساء ونمت بهذاء واذا كنتم موجوعين سوف عليكم تذبحون الطبيب واذا كان فيكم الجوع عليكم تأكلون الخبز والبيض واللوبيا لانكم المغاربة تحبون الخبز واللوبيا والاسد البارح والحمص والعدس وجميع الانواع جميع الاكلات الرخيصة في العالم وهناك تنتهي حلقتنا دمتم مساء ايها المغاربة والى اللقاء يا اصدقاء واذا احد سوف يسبينا وسوف يخفر معنا الكلام في هذا الفيديو نقول له نيك امك انت وكلامك واي كلمة حتقولها نيك امك وكلامك واذا كنت حتسب فينا سوف ان يكون امك شكرا لك يا ابن شرموطة احنا نعرف بانك تحذي عباد الله وتقابل عباد الله الى الحلقة القادمة عبد القادر جعيبة رام الله الجذيع